اتفضل يا درش. استكمالا لكلام صح مصطفى؟ ايوه اتفضل. استكمالا لكلام كابتن حسن، ليه ما مثلا ما حطش قوانين للفرق ان في عدد معين للناشئين لازم يشارك او ياخد دايق، وده هيساعدنا في اننا نقلل الفئة العمرية للمنتخبات. يعني ليه يعني الناشئ عندنا بنبدا نقول عليه ناشئ واول ما يتم 23 24 سنه، واحنا بنشوف بره الناشئ اول ما يتم 16 سنه بنلاقيه بيلعب اساسي في برشلونه في ريال مدريد في كل الفرق دي. ماشي اتفضل يا حسن. طبعا عندك حق، يعني لا يعني لازم يبقى فيه شجاعه عند الانديه علشان يدفع بقطاع من قطاعات الناشئين عنده بشباب عشان يكتسبوا خبرات. ما فيش حاجه اسمها لعيب عنده 22 23 سنه تقول لي ناشئ. الناشئ يبتدي 17 18 سنه، ده في برشلونه اللي هو يعني هو حاجه كبيره جدا، هتلاقي لعيبه 18 سنه و 19 سنه. ما لازم انديتنا تفكيرها يتغير. صحيح.